حسام بيجي يو مالك يا خالتي ما بترديش ليه؟ البت شهد ما بتردش عليا خالص، وكل ما اكلمها الكنسل في وش. يمكن مشغوله ولا حاجه. مشغوله في ايه ليل ونهار دي؟ طب بالنهار نقول في المحكمه، اما بقى بالليل ان شاء الله مشغوله في ايه؟ الصراحه يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تنطقي يا بت. يا خالتي البت شهد دي ولا هتودي ولا هتجيب، دول مش طايقينك اصلا، يعني لو روحهم في ايديكي مش هيلجأولك. عندك حق يا بت، دي لا ردت عليا ولا عبرتني ولا حتى قالت لي طب تعالي نقعد نتكلم ونفكر هنعمل ايه. ايوه، والصراحه كده انا عندي راي تاني. قولي. انا عايزه اعرف بس انت واجعه دماغك ليه؟ ده انت معاكي الجوكر الكبير اللي بيقش ده، الراجل ده الناس كلها بتخاف منه وبتعمل له الف حساب. يا خالتي خدي بالك ان احنا لحد دلوقتي في التمام، ولو حصل في الامور امور هنحتاج لظهر وسند نتسند عليه ويكون كمان اقوى منهم. تفتكري يا بنت ممكن يعرفوا ال والله كل شيء جايز. خرب بيتك جبتي لي الصداع، غوري بقى من الوش. يوه ما هي كلمه الحق كده على طول بتزعل. شايفه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله. ده ابنك عمتي، عشان خاطر ما تسيبنيش لوحدي. عمتي انا عاوزه اتكلم معاكي شويه. أنا عاملة إن أنا قوية وواقفة ضد التيار، بس صدقيني لوحدي مش هقدر. اوعديني إن أنتي هتوقفي جنبي وإنه البيت الكبير ده هيرجع تاني. مش ده كان كلامك؟ أنا عارفة ومتأكدة إن أنتي فاكرة ومش تايهة. أنا افتكرت يا زينب لما شفت العيال. أنا عقلي كان خلاص مش قادر. صدقيني لما أقولك أنا زي اللي تاهت وطلعت من الدنيا لدنيا تانية خالص. أنا مصدقاكي وحاسة بيكي يا عمتي ومقدرة كل اللي أنت فيه. أنا طلعت وأنا شايلة هم تقيل قوي على كتفي، كان نفسي أطلع مرجعش، أروح لعبد الله وأقوله متزعلش مني يا اخوي سامحني. هو اكيد هيسامحك، ولو شاف البيت الكبير رجع تاني وكلنا ايد واحده هيبقى فرحان. صدقيني. كيف كيف يا زينب بعد كل اللي حصل ده؟ هاتيلي عقلي صدق. قوليلي هنربي العيال دي على ايه؟ هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ان احنا بنحب بعض. لما هيكبروا ويشوفونا متجمعين هيبقى كل واحد فيهم واقف جنب التاني وفي ظهره. صدقيني يا عمتي كل ده ممكن يحصل، وانتي هتبقي الحجر اللي يلمنا كلنا. بأي وش؟ لو حد فيهم سألني عن جده هقول له ايه؟ ما تصعبيهاش عليا يا عمتي اكتر من كده. ابوس ايدك، كفايه نقعد نقلب في اللي فات. هي صعبه يا زينب صعبه. هو انا عقلي شت من شويه؟ انا كنت ماشيه مش عارفه انا رايحه فين ولا هعمل ايه. عقلي من كتر التفكير ما استحملش. قلت لنفسي هتعمل ايه يا فوزيه؟ هتعمل ايه مع والد حسن ومفيده؟ هقول له ايه؟ امك ماتت ولا عايشه؟ طب لو ماتت وعايز يزورها هقول له ايه؟ هنعمل لها قبر يعني؟ هيروح يترحم عليها وهي لسه عايشه؟ كفايه يا عمتي ما تقلبيش عليا المواجع اكتر من كده. ابوس ايدك. خلينا نفكر في اللي جاي ونجرب. طب ما حسن ومروان كل واحد خد
سرايا طويلة عريضة عشان ما حدش يقعد مع التاني، واحنا اللي كنا كلنا نبيته في بيت واحد وناكله من صحن واحد. أوعدك يا عمتي إنه ده حيرجع، بس انتي خليكي واقفة جنبي وفي ظهري، ولو ما حصلش هيحصل إن شاء الله، أوعدك. يا ريت يا زينب، يا ريت. اسمع يا واد، انت وهو تكبروا يدكم في يد بعض، كل واحد فيكم ما يحطش لجمه في خشمه الا لما يسال تاني كل ولا لا، كل واحد فيكم ما يحطش راسه على المخده الا لما يطمن على التاني. ما تعملوش زينا. قال ايه؟ رتال بنت عبد الله بتربي ابن مفيدة وبترضعه وبتهننه وبتدلعه، ولا ما انا فاهماك يا بنت كريمة؟ بتسكتي خالص يا كريمة؟ سكت حسك ونقطم وسطك يا بعيدة. يا بنت ده مسمار جوح، أو الواد ده هو اللي هيخلي حسن يرجع للبنت مفيدة تاني. حسن مش هيرجع لمفيدة، وانت عارفة كده كويس قوي. أعرف منين يا أختي؟ انت اللي معشراه. لا مش هيرجع لمفيدة تاني، حسن ما بيفكرش في كده أبدا. أمال بيفكر في إيه يا أختي؟ حسن دماغه مش فاضية، دماغه فيها حاجات تانية إحنا مش فاهمينها. ما أنت هبلة، هقول لك إيه؟ بطلي هبل بقى. يا ست أنا مبسوطة إن أنا هبلة. هعمل لك إيه؟ ما أنت في دماغك حتة طوبة قد كده أهو، ودماغك ناشفة، لا هتسمع اللي هقول عليه ولا الرأي اللي هقوله لك. بقول لك يا كريم، سيبك مني خالص. خلي بالك من نادية. مالها نادية يا بت؟ الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده اسمعيه وارميه في البحر. يعني ايه ان شاء الله؟ يعني نادية تعبانة قوي يا كريمة. نادية الدنيا دقت عليها قوي. نادية حاسة ان مستقبلها راح وعمرها انعدم. محتاجة حد يطبطب عليها، ياخدها في حضنه. اسمعي اللي بقول لك عليه. طبطبت واختها في حضني. البت لا طايقاني ولا طايقة تسمع مني كلمة. أقول لك حاجة؟ قولي لي أعمل إيه وأنا أعمله. أنا اللي أقول لك إنك تعملي إيه؟ أنت عارفة كل حاجة يا كريمة، وتقدري تعملي. مش هسيبها. وحياتك عندي ما هسيبها، وهقف جنبي منها. بس خليك أنت في الهم اللي أنت فيه ده. عبد الحكيم ده عسل. تيجي نصحي؟ يومي. هتوصل بكرة إن شاء الله، توصل بسلامة. تحب أجي لك المطار؟ طيب، مع ألف سلامة.